حلقتنا النهارده هنتكلم عن البراندز المصريه اللي بتعمل لبس للاطفال، وهيكون معانا كمان رائدة الأعمال أميرة عزوز اللي مشاريعها بتشجع المنتجات المحلية، وهي بصفة عامة بتشجع الستات إن هم يعملوا حاجات كتير في الحياة. وغير كده كمان كالعادة هيكون عندنا قصة لذيذة جدا. يلا بقى نروح بسرعة ونعرف كل التفاصيل. طبعا احنا في كل موسم بنبقى عايزين نجيب لبس جديد للاولاد، وطبعا بما اننا في الشتاء فعايزين بقى السنه دي نجيب لهم لبس بقى ايه دفيهم حلو، بس في نفس الوقت بقى يكون لبس شكله حلو ولذيذ وفي شويه دلع كده وحركات، ويا ريت بقى كمان لو يكون من منتجات محليه. يا سلام، فلوس مش كتير وفي نفس الوقت تبقى حاجه حلوه ولذيذه، وهو ده بالظبط اللي هنكلمكم عنه النهارده. حلقه النهارده عن ترندز لبس الاطفال للبراندز المصريه. بما ان بقى الهوديز والسواتشيرتس من الحاجات اللي مريحه جدا وموضه في نفس الوقت، دي من الحاجات اللي اللذيذه ممكن نلبسها للاولاد في الشتاء عشان ما يعيوش، وفي نفس الوقت تدفيهم وفي نفس الوقت يبقى شكلهم حلو. في براند مصري اسمه ابل مينت اند كوكو، البراند ده لذيذ جدا يا جماعه، عنده هوديز كتير لذيذه وفيها حركات زي اللي لونها بامبا دي مثلا، لونها كده لذيذ وفيها كده درجه بينك فاتحه فيها، معموله كده بطريقه زي التاي داي، لذيذه جدا وتبقى حلوه على اي بنت، وتبقى لذيذه كمان لو لابسه معاها بوت لذيذه كده ولا حاجه والجينز تبقى خطيره. وفي هودي تانية لذيذه جدا كده بنقشه الزيبرا، درجه زيتي مع اخضر، حلوه قوي، فكرتها لذيذه، تتلبس مع جينز وبوت تبقى حلوه قوي. وفي برضو واحدة تانية لونها أخضر فاتح كده، لون المنت ده، ومكتوب عليها as cool as they come، دي خطيرة، دي بقى مع leggings بقى وسنيكر أو بوت تبقى حلوة قوي. برضو الحاجات المريحة دي بتبقى مفيدة قوي للأطفال، انتوا عارفين في السن ده بيحبوا يتحركوا كتير، فبرضو عايزين نلبسهم حاجة يبقى شكلها حلو وتدفيهم وفي نفس الوقت تكون مريحة. أو ممكن مثلا الهودي الباج دي، لونها حلو وهادي وعليها ورق شجر كده أبيض، تخيل دي مثلا مع بنطلون أبيض وبوت لونها باج تبقى لذيذة جدا. على فكرة فعلا عندنا براندز مصرية كتير عندها حاجات حلوة، والبراند ده زي ما شفتوا كل حاجته حلوة قوي، وعندهم لكل الأعمار من أول البيبيز لحد 12 سنة. وفي براند مصري تاني اسمه بلايمور، عندهم جاكيتس حلوة جدا، يعني بصوا مثلا البافر جاكيت البيضة دي حلوة ولذيذة وشكلها بيدفي، تمشي الولاد تمشي البنات، تلبسوها مع اي حاجة، ده لون ابيض فسهلة جدا ان احنا نلبس على الجينز، نلبسها مثلا لو للبنات على بنطلون احمر، على فستان مثلا او سكيرت حاجة ملونة فيها فكرة، للولاد زي ما قلنا جينز، يعني في افكار وطرق كتير ممكن الاولاد تلبسهم بيها ونعمل ستايلنج لذيذ وفي نفس الوقت حدف فيهم. او ممكن مثلا يلبسوا الرين كوت ده، لونه برضو حلو رمادي لذيذ، يمشي الولاد يمشي البنات، هيليق على حاجات كتير وفي نفس الوقت هيدفيهم برضه. ممكن بقى يبقى فيه تحته بلوفر كده لذيذ يتلبس على بوت من تحت، في افكار كتير جدا لكل الحاجات الحلوه دي ممكن نقدر نظبط بيها اوتفيتس مختلفه. وفي للولاد كمان الجاكيتس اللي على شكل كاروهات دي، حاجه كده كلاسيكيه متعودين عليها وعارفين شكلها من زمان وبتبقى شكلها لذيذ جدا لما بنشوفها على الاطفال، زي مثلا الاحمر في اسود او الابيض في اسود او الباج في اسود، كل دول لذيذ جدا، دول بقى سهله قوي يعني الستايلنج بتاعتهم، هيتلبس من تحته فلوفر او تي شيرت ابيض او اسود، من تحت الجينز، من في رجليهم يبقى سنيكر او بوت حسب ايه اللي مريح بالنسبه لهم اكتر، كل طفل طبعا مختلف عن التاني وفي حاجه بتريحه غير التاني، وفي الاخر هيبقى شكلهم كاجوال بس ايه شيك في نفس الوقت. والبراند ده عندهم فساتين للبنات لذيذه جدا، يعني مثلا الفستان الاسود ده اللي عليه الورد الرمادي لذيذ، ده مثلا لو اتلبس على كولون وبوط يبقى خطير، وطبعا اكيد طبعا هتلبسوه جاكيت من فوقه في الايام الساقعه اللي احنا فيها دي، بس الطقم كده في الاخر هيبقى شكله حلو ومريح ولذيذ جدا. وعلى فكره نفس البراند ده برده عندهم بنطلونات للبنات حلوه زي البنطلون بامبا ده، لذيذ مريح واسع بس فيه جيوب من هنا وفيه استك من تحت، لذيذ برضو ان البنات تبقى حاسه ان هي برضو في نفس الوقت ماشيه على الموضه مش كلها حاجات اطفال وخلاص. وفي براند مصري تاني اسمه نينوز كيدز، عندهم بلوفرز للولاد خطيره، يعني بصوا ده مثلا اسود في ابيض في البيتي كده الخطوط اللي فيه حلو قوي، تحسوا كده ان الولد متهندم كده، فاهمين قصدي شكله كده ايه يعني مظبوط، وطبعا ده يتلبس على جينز على سنيكر هيبقى هو مستريح بس في نفس الوقت شكله لذيذ. او البلوفر ده مثلا اللي هو لونه كحلي وفي كده خطوط رمادي حلو قوي ولذيذ جدا في منتهى الشياكه، بس اللي احلى واحلى بقى من الاثنين دول اللي عجبني انا شخصيا الجاكيت الجلد البني، تخيلوا يا جماعه تشوفوا طفل صغير لابس جاكيت بالشياكه دي، ايه ده؟ لذيذ جدا الصراحه.
ولما نتكلم على الجاكيتس للبنات بقى في حاجات لذيذه جدا. يعني بصوا الجاكيت الجلد الاسود ده اللي كمامه كلها شراشيب، بجد لذيذ جدا ان اي بنت تبقى لابسه حاجه لذيذه زي ده. او مثلا الجاكيت اللي لونه بينك اللي فيه كده شويه ريش كده طالع منه، حلو قوي. وطبعا دي حاجات في منتهى السهولة نعملها ستايلنج وتتلبس بأكتر من طريقة. ممكن أي جاكيت من دول يتلبس تحتها فستان وكولون، أو يتلبس سكيرت مع بلوفر أو توب مع كولون برضو وبوت، أو ممكن عادي جدا يتلبس بلوفر أو تي شيرت مع بنطلون من تحت الجينز مثلا وسنيكر. يعني في مليون ألف طريقة نقدر نحن نغير بيها الطقم ده ويبقى شكله مختلف في كل مرة. ولو هنتكلم بقى عن الجلد بقى بصفة عامة، في بقى ممكن لاجينجز جلد أو بنطلون واسع وبأستك من تحت جلد، دول حاجتين بيبقوا حلوين قوي قوي للبنات كمان. من الاخر يا جماعه اللي عايزه اقوله النهارده ان في براندز مصريه كتير عندها حاجات حلوه قوي، مش بس للكبار زي ما بنتكلم لكل حلقه، لكن كمان للاطفال. فيا ريت لو كلنا ان احنا ندور اكتر ونهتم اكتر بالبراندز المصريه، عشان هنلاقي حاجات مش بس شكلها حلو لكن كمان بتشجع صناعه بلد. ودلوقتي تعالوا نروح نشوف القصه اللي عندنا النهارده. فعلا حلو قوي وشيك جدا وشكله مريح، وفي كمان الفستان ده كمه تلات ارباع كده وماسك على الجسم وحلو جدا. ولا الفستان ده بقى كمان كت وفي حزام اسود جلد في النص، قمه الشياكه. تصاميم اجيون نجحت قوي قوي وكل البنات والشابات كانوا بيلبسوها، وفي الستينات قررت ان هي تعين مصمم الازياء كارل لاجرفيلد اللي بقى طبعاً من أهم مصممين الأزياء في العالم بعدها، وكان بيصمم أزياء كتير للبراند. جاب أفكار جديدة لكلوي، وهما الاتنين مع بعض عملوا عصر جديد للستايل البوهيمي. وفي السبعينات بقى هو كان الكرياتيف دايركتور وخلى البراند يروح في حتة تانية. صمم مثلاً الفستان الأسود اللي كان كله سلاسل فضي نازلة من ورا، وكمان البلطو الخطير ده، وبرضو الفساتين الفلوي الأبيض دول. وفضلت أجيون على رئاسة كلوي لغاية سنة 1985 وسابتها بعد كده. كلوي لغاية النهاردة من أهم البراندز في مصر. عملوا شنطة اسمها النايل باج على اسم النيل، والشنطة دي نجحت جداً عشان هي فعلاً التصميم بتاعها خطير. بس هتفضل دايماً جابي أجيون علامة فريدة في عالم الموضة بتصميماتها الفرنسية الراقية جداً. أميرة عزوز رائدة أعمال قدرت إن هي من خلال مشاريعها تشجع بقى فكرة المنتج المحلي، وقدرت كمان تشجع ستات كتير إن هم ينموا مهاراتهم وإن هم يعملوا حاجة جديدة في حياتهم. وهي كمان من خلال مشاريعها عندها مشروع تاني بقى بتكلم الستات فيه عن حاجات كتير تهمهم جدا. أميرة ازيك؟ أخبارك إيه؟ ازيك يا شيرين، عاملة إيه؟ الحمد لله تمام. أميرة عايزة أتكلم بقى في الأول عن مشروع من مشاريعك اللي هو زينة. زينة ده مشروع بيشجع المنتجات المحلية، ودي أكتر حاجة أنت عارفة أنا بحبها، وإحنا في البناية مهتمين جدا بيها، فأنا عايزة أعرف بقى تفاصيل أكتر عن المشروع. أوكي، هو زينة ابتدى تقريبا من سنتين. في الأول ما كانش مركز على المنتج المحلي فقط، بس كان في يعني منتجات من بره برضه مستوردة ومصرية بالظبط. بس واحدة واحدة ابتدينا نلاقي ونشوف تطور المنتجات المحلية عندنا، ابتدت الناس تطلبها أكتر ويطلبوها بالذات ومركزين عليها، وبيطلبوا براندات تانية ممكن ما تكونش عندنا فنتنبه بوجودها، فبقينا اتجاهنا ماشي أكتر في الحتة دي. يعني حاليا وتركيزنا هي اللي خلتك تاخدي بالك ان أكيد. المنتج المصري عليه طلب اكتر من المنتج والمنتجات نفسهم والبراندز نفسهم كونتينيوسلي او دائما بيحسنوا من مستوى المنتج بتاعهم، التغليف بتاعه وهكذا. فده حاجه خلتنا نتجه للناحيه دي، وفي نفس الوقت برضو الاحداث الاخيره مخليه بقى كل حد حابب ان هو زياده وزياده يشجع المنتج المصري المحلي. وفي براندز كتير عموما ابتدوا يطلعوا مؤخرا وبياخدوا كل التصاريح التطبيقيه والحاجات اللي تخلي يوم
يقدروا ان هم يشتغلوا في اللوكال ماركت بطريقه كويسه. فبالنسبه لنا هو ده يعني الحاجه المهمه اللي بتميز زينا، يعني بقى عندنا براندز محليه كتير موثوق فيها، بتطور دايما من نفسها، واسعارها في متناول، يعني في حاجات بدءا من حاجات قليله جدا يعني في متناول الجميع، نقدر نقول كده يعني. حلو قوي قوي. طب قولي لي بقى، اول ما ابتديتي الاقبال كان عامل ازاي؟ يعني لقيتي من الاول كده الناس مهتمه ان هي تشتري اونلاين وعايزين ان هم يشتروا المنتجات دي، ولا كنت حاسه اللي هو ايه طبعا هجرب كده اونلاين، مشيت مشيت ما مشيتش، خليني ايه افتح محل ايه عملي كده الناس تقدر تجيلي فيه وتشتري المنتجات مني على طول؟ بصي، هو احنا اتجاهنا عموما من خلال فستاني فنون زينا دايما اونلاين، ما عندناش حاجه اوفلاين، عمرنا ما عملنا حاجه اوفلاين. وبعدين احنا بادئين زينا على اساس دراسات بقى عملناها شويه في فستاني، فستاني عباره عن مجله الكترونيه، فمن قرائنا عموما كنا بنشوف اتجاهاتهم ان هم بيهتموا جدا بحاجات ليها علاقه بالتجميل، العنايه بالبشره، الشعر، هكذا. فده اللي خلانا ان احنا طيب لما هنجرب نفتح حاجه ونبيع فيها تبقى ايه احسن حاجه، ملابس، مكياج، عنايه بالبشره، هكذا. فقررنا لا، احنا نتجه على الحاجات اللي ليها علاقه بالكوزماتكس عموما. فمن هنا بدات فكره زينا. وفي نفس الوقت احنا كان عندنا الترافيك بقى بتاع فستاني، فدول اللي وجهناهم على هناك، فما كانش عمرنا اتجاهنا يعني اوف لاين او اون جراوند. هايل. طب قولي لي بقى، بما انك جبتي سيره فستاني، فستاني زي ما انت قلتي هي تعتبر مجله اونلاين، الستات هي موجهه للستات، يعني الستات هي اللي بتقعد تتكلم فيها وتناقش فيها في مواضيع كتير، وهم اللي خلاكم ان انتوا تفكروا ان انتوا تفتحوا مشروع تاني. بالظبط. ايه بقى اكتر موضوع بيهم الستات لاحظتي على فستاني؟ اكتر حاجه بيقعدوا يتكلموا عليها؟ بصي، احنا عامه بنحاول نوفر لهم جميع انواع المواضيع المختلفه، من اول حاجات زي الستايل، الازياء والموضه، لحاجات ليها علاقه بالحمل، العلاقات سواء الاسريه او الزوجيه، يعملوا ايه في الشغل. فبنحاول ان احنا ما نركزش على حاجه اكتر من الثانيه عشان تبقى شامله جميع الشقوق بتاع حياه المراه. بس اللي بنشوف ان عليه اكثر اقبال هي العلاقات الاجتماعيه عموما. دي بتشكل عنصر مهم ودايما متغيره في حياه اي شخص، فبالتالي دي اللي بيحبوا يقروا فيها اكتر حاجه. بس طبعا في حاجات زي بقى الازياء والموضه، ممكن البس ايه وانا رايحه الشغل، جسمي بيتغير، اعمل ايه، الحاجات دي كلها برضو بنحاول ان احنا نوظفها لهم بطريقه قصيره ستريت تو ذا بوينت، بحيث ان هم يبقى عندهم ايه اهتمام يقروها كده وهم بيتحركوا من الحته للتانيه. ايوه بالظبط. انت عارفه الواحد بيبقى على طول مشغول ومتسربع ومش لاحق، فبيبقى عايز ياخد المعلومه في كبسوله. أيوة كده زي ما بيقولوا وخلاص يعني. طب قولي لي ايه الموضوع اللي انت لسه حاسه عايزة تقدميه فستاني، او الحاجة اللي لسه بصفة عامة عايزة تزوديها الفستاني مثلا ايه؟ بصي، انا نفسي جدا في فستاني كنا دايما بنحس ان هي هستخدم كلمة الانجليزي بس حاول الاقي لها التعبير او المصطلح الصح، ان هي one way communication، احنا اللي بنتكلم الناس، احنا اللي بنقول لهم النصايح، بس هو نفسك يكون في تفاعل من الجهتين. لازم يكون مش فكره تفاعل، ان هو زي ما احنا بنديهم معلومات هم بيدونا برضو حاجات من خبراتهم وهكذا. فدي ده جزء احنا شغالين عليه حاليا، ان احنا بنفعل ان الناس تقدر تكتب ومحتواها كمان ينزل، حد عنده مثلا وصفه، حصل له حاجه مهمه في الشغل عايز يعني يوجه بيها ناس اكتر، مثلا جاب اكتشف ديزاينرز جداد، مصممين ازياء جداد مصريين، عايز ان يخلي ناس اكتر تتعرف عليهم. فيبقى الموضوع هات وخد، مش بس احنا اللي بنقولهم من ناحيتنا، بس بنوظف زي ما احنا بنديكوا دونا انتوا كمان. بتبقى حلوه، الناس بتشوف حاجات من يعني من ناس اعمار مختلفه، خبرات مختلفه كذا. طبعا الكلام ده كله بيت يعني فلتر الاول وبيتظبط وبعديها بيطلع للاودينس بتاعنا. حلو قوي. طب انت شايفه ازاي الست ممكن تعرف الستايل بتاعها من غير ما تضطر ان هي تمشي ورا ترند؟ انت عارفه في ستات تقول لك الترند ده مش عاجبني، انا مش عايزه امشي ورا الموضه، بس تلاقي نفسها ازاي وتكتشف الستايل بتاعها ازاي؟ بصي، دي اهم حاجه الواحد يبقى فاهم كويس قوي طبيعه جسمه وايه اللي بيليق عليه وايه اللي ما بيظبطش معاه. فلازم اول خطوه اعرف انا شكل جسمي انهي واحد من الخمسه، بعديها على اساسها اختار بقى لبس ايه، الوان ايه، برضو فكره ان كل بشره بيليق عليها نوع الوان معين، درجات معينه مثلا. في ناس تلبس فوشيا تلاقيها كده وشها كده منور، بس ده ما بيبقاش بس عشان هو اللون نفسه، هو عشان فكره الشيد بتاع او اللون، درجه
بشرة الشخص. فهي الشقين دول الواحد لو عارفهم ان هو انا جسمي نوعه ايه، لو انا مثلا جسمي ساعة رملية فمن فوق، لا سوري جسمي شكل كمثرى فهو من فوق اصغر ما من تحت، ما جيش بقى من تحت والبس بقى حاجات ملونة وكرانيش وباترينز، لا ان هو بحاول انسق. والهدف دايما ان احنا بنحاول نوصل لشكل الساعة الرملية في جسم الواحد، فبننسق ان الجزء الفوقاني يبقى نفس مقاس التحتية على قد ما نقدر طبعا، وبنهايلايت منطقة الوسط. فلو الواحد فكر ان هو فهم الاول انا جسمي ايه وعلى هذا الاساس ازاي اوصل للتوازن ده واختار اللبس على هذا الاساس، ترانز بقى ما ترانز هيعرف يظبط الدنيا، هيبقى شكله حلو وشكله مستريح في لبسه يعني. حلو قوي. طب انت شايفة دورك ايه كرائدة اعمال ان انت تساعدي في المنتجات المحلية؟ لا دوري كبير طبعا، دورنا كلنا كبير مبدئيا يعني. لازم نشوف ايه يعني، لازم نرشح للناس مبدئيا المنتجات المحليه اللي فعلا تستاهل. هو مش شرط عشان اي حاجه منتج محلي ان يلا هنشتري منه وخلاص، هنشتري منه وخلاص، او احنا من ناحيتنا هنحاول نزقه مع الناس وخلاص. لان لو طلع المنتج ده مش قد كده بعد كده ممكن الناس تيجي تقلب على المنتج المحلي عموما وتطلع سمعته يبقى ليها سمعه مش مظبوطه، وده ما فيش حد عايزه. فاحنا يعني دورنا المهم قوي ان احنا نختار الحاجات فعلا اللي تستاهل يسلط عليها الضوء ونسلطه، سواء بقى في مجال الموضة أو سوري الأزياء أو التجميل الديكور. في يعني عندنا مشاريع في شتى المجالات تستاهل الواحد يسلط عليها الضوء، ومن ناحيتنا بقى نبدأ نتكلم عليها أكتر ونوصلها للناس أكتر. فده بقى سواء زينا كحاجات تجميل أو فستاني في شتى المجالات. حلو قوي قوي، مشروع فنون، مشروع خطير بصراحة، بيعلم ستات حاجات كتير يعني، تصميم الأزياء، تصوير، رسوم، حاجات كتير جدا وكلها مهارات حلوة. ممكن احنا كمان واحنا صغيرين كنا حاسين ان احنا عندنا الموهبة في الحاجات دي، كنا نسيناها خالص، ما فيش وقت والحياة بتاخدنا. بس انتي شجعتي ستات كتير ان هم يرجعوا تاني ينموا مهاراتهم. ازاي بقى نقدر نلاقي الوقت لده، او ان احنا نلاقي نفسنا ان احنا حاسين احنا عايزين نرجع ونعمل الحاجه دي ونطورها؟ بصي هو فنون مشروع نفسه ابتدى وقت كورونا لما الناس كلها ابتدت بقى توازن تاني. هو انا كل حياتي كانت الشغل، طب انا بقى لما قاعد في البيت وبره الشغل ايه الاهميات، ايه الحاجات اللي بحب اعملها بره السيركل دي. فوقتها بقى اطلقنا مشروع فنون ولقينا ان ميول الناس متوجهه لان انا محتاجه اكتشف اكتر، محتاجه الاقي حاجه انا بحب اعملها واسلي وقتي فيها واطور من نفسي فيها. فاشتغلنا بقى مع مصممين ازياء او خبراء في مجالات مختلفه عشان نطور كورسات يعني قصيره بس في نفس الوقت بتدي للشخص اللي بياخدها فكره كفايه عن الموضوع عشان يشوف هو حابب بعد كده يتعمق فيه اكتر ولا لا، ويطور من نفسه فيها برضو. يعني في حاجات زي الستايلينج في حتة الموضة وإيه اللي يليق عليها وإيه اللي ما يليقش عليها، دي حاجة احنا لمنها في كورس. حاجة زي تصميم الأزياء الخياطة وهكذا بقى. فحاولنا ان احنا نشوف مجالات مختلفة بتهم برضو الزوار موقعنا وهكذا ونطلقها، وكله من خلال موقع فنون. يعني انتوا من خلال الموقع بياخدوا الكورسات دي ولا بيروحوا مكان؟ لا 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 كله اونلاين، كله احنا توجهنا زي ما قلت لك كله اونلاين. حلو قوي قوي. انت كاتبه عندك في البايو على السوشيال ميديا هناك شغف لا ينتهي، ايه بقى ايه اللي لسه نفسك تعمليه؟ دي مبدئيا حاجه كتبتها وانا صغيره ما اعرفش الشغف لسه موجود ولا لا، بس ايه اللي نفسي اعمله؟ لا نفسي اعمل لسه حاجات كتير، بس يعني اتمنى ان الشغف يكمل معانا. عملتي حاجات كتير اوريدي ما شاء الله، بس انا عايزه اوصل لسه في حتت محتاجه كل حاجه فيهم نوصل فيها. يعني زي ما قلت لك مثلا فستاني، لا احنا يعني الحمد لله عندنا عدد قراء كبير جدا، بس انا عايزه اوصل لعشر اضعاف العدد ده على سبيل المثال. زينا لا نفسي تبقى أكبر متجر إلكتروني لحاجات المستحضرات التجميل في الشرق الأوسط كله. فإحنا من إحنا بس حاليا في مصر، لا عايزة نطلع نبقى في بلاد مختلفة سواء الخليج أو في بلاد في أفريقيا أو هكذا. فلا في حاجات كثيرة قوي لسه نفسي أعملها، أتمنى الشغف هو اللي يكمل بس معايا. طب قولي لي بقى أنت من خلال زينا بتقدري إزاي أن أنت تسوقي للمنتجات المصرية دي؟
بصي احنا بنحاول على قد ما نقدر ان نعرف، اولا بناخد المنتجات اللي فعلا عارفين ان الكواليتي بتاعتها قويه وبيطوروا باستمرار من نفسهم. تاني حاجه في بقى طرق مختلفه، يعني مثلا الناس بتحب قوي تتفرج على الريلز على التيك توكس وهكذا، ومن خلالها بيتعرفوا على منتجات، فاحنا بنكريت حاجات كده بحيث ان الكونسيومر او المستهلك نفسه يقدر يتفرج على حاجه وبيستخدمها ازاي وايه افضل طريقه لاستخدامها، ومن خلال الفيديوهات دي يقدر مثلا يشتري المنتجات دي برضو. بس عندنا شغالين مع كذا حد من الخبراء بيذاكروا بقى المنتجات، سواء المكونات ايه افضل طريقه لاستخدامها وهكذا، لان اليومين دول المستهلك بقى عنده وعي قوي قوي، فبيبقى حابب يعرف الحاجه اللي احطها على بشرتي او شعري ايه مكوناتها، وبيبقوا حابين ساعات يعرفوا حتى النسب. فالحاجات دي مش شرط ان الماركات المصريه بتطلعها على السوشيال ميديا او مواقع يعني مواقعها الالكترونيه، بس دي حاجات الخبراء عندنا بيبقوا مذاكرينها عشان اول ما يجي لنا اسئله عليها، او مثلا انا حابب محتاج اعمل حاجه معينه بيبقى فيها الانجريدينت الفلاني الهايلونيك اسيد او مثلا نياسيناميد او هكذا، على طول يرشحوا لهم ده بالمثل ميزانيه كذا ممكن تجرب مثلا كذا. صح. بس طبعا مش استشارات طبية، يعني بتبقى أكتر مذاكرة للمنتجات نفسها وترشيح على هذا الأساس. هايل. طب إيه اللي يخلي المنتج المحلي يقرب وينافس المنتج المستورد؟ بصي في حاجتين بالنسبة لي، طبعا الحاجات دي بتحتاج وقت ماشي، بس هنحط عامل الوقت طويل أكيد طبعا كتير. بس في شقين أنا بالنسبة لي ممكن ينافسوا يخلوا المنتج المصري نفسه ينافس بشراسة، وهي إيه؟ إن المنتجات اللي بره مش بتكون مظبطة تركيباتها والريسيرش بتاعها وهكذا على أساس نوع البشرة اللي في الشرق الأوسط ولا نوع الشعر اللي هنا. فالبراندات لما بتيجي تعمل تكوين المنتجات بتاعتها هنا كبراندات مصرية بتحط في عين الاعتبار ان هم بيصنعوا ده للست الشرقية، فدي بيبقى ليها يعني نظرة برضو مختلفة طبعا ومهمة جدا كمان. بالظبط كده. الشق التاني بقى والمهم برضو هو ان هم بيسمعوا على طول من المستهلك، فالمستهلك مثلا واحنا كمان بنوصل لهم المستهلكين بيقولوا لنا ايه، طب هل يا ترى ما فيش من المنتج ده حاجة بتعمل كذا، فيقدروا ان هم على طول ياخدوا ده في عين الاعتبار ويعملوا منتجات جديدة على اساس المستهلك بيطلب ايه. هناك المنتجات بقى بتاعت بره انسي، عقبال هم بقى عليهم البرودكشن بتاعهم ما بيسمعوش من الكونسيومر وهكذا، فبتاخد وقت طويل. هنا يعني الرد الفعل على المستهلك عايزه قد يكون اسرع بكتير، وده قد يكون في مصلحه البراندات المصريه جدا. اميره بجد بشكرك جدا على وجودك معانا النهارده، ومبسوطه ان انت بتعملي مشاريع كلها بتشجع الستات وبتشجع المهارات وبتشجع يعني المنتجات المصريه المحليه، ودي بقى ايه احلى واهم حاجه بصراحه. انا نفسي فعلا جدا ان البراندز تكمل تطور من نفسها في مجالات مختلفه، عشان ده الوقت بقى الصح الناس عندها ابيتايت ان هي تخش وتكتشف وتشتري وتشجع المنتج المحلي. هايل. اميره بجد بشكرك جدا. شكرا. ميرسي قوي. خلصت حلقتنا النهارده، يا رب تكون عجبتكم، واستنونا في الحلقه اللي جايه. باي باي.